يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز للإنسان أن يقول اللهم عجل لي عذابي في الدنيا إن لم تغفره لي؟ لا ما يجوز هذا، يقول اللهم اغفر لي، يقول اللهم عجل عذابي، يقول اللهم اغفر وتوب علي وقني عذابك، ما ينطح العذاب، ما يطيق العذاب والعياذ بالله. قد كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقول اللهم ما قسمت لي من يعني من عذاب أو تعجله لي في هذه الدنيا بالمرض بغيره، أنكر عليه الرسول قال سبحان الله إنك لا تطيقه. الإنسان يسأل الله العفو والعافية، يسأل الله المغفرة ولا يسأله أن يعجل العذاب. نعم.